السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين وزير الرياضة يعلق على ملف إعادة مباراة الجزائر والكاميرون، وجانا وين تكلم وتكلم فانيك، وين شفت صحافي قال له على الناس اللي ينتقدوا، قال له بالحق الجزائريين ينتقدوا، من حقنا ينتقدوا، من حق نقول باللي يودي يجيب اللعابه، من حق نجيب. دروك هو من هذا المدرب قال باللي باين يجيب اللعابه، تما كان على باله باللي خاصه اللعابه وما جابش، كان يحوس يدي هذا الجروب تاعه ويروح. اليوم بيجيب اللعابه، على بيجيب اللعابه ولا ما تجيبش؟ 4 سنين يا سي محمد، 4 سنين تجي دير التربص تاعك وتروح تقعد في قطر، ما تجي دير التربص تاعك تلعب مباراة الناس تربح محسوبة عليك، نتائج الديكتاتورية اللي كانت هذا ما كان. على كنا نقولوا بلي هذا النتائج في لي ماتش اميكو في لي ماتش، هذو النتائج الديكتاتورية ماهمش ملاح، غادي يدخلونا في حيط ودخلونا في حيط. مالغري هو عنده مشي قضية عيب، نهار اللي راح لعب مع دا قطر وراح لآسيا خرج موان 5 بوت ما بركاش، خرج 0 بوان، طاح مع البحرين مع الامارات ومع ايران كلاس الديرني، ماشي 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 كيما صرات التالية هذيك كلاس الديرني بانيك، يعني ماشي قضية تاع حاجة كبيرة ولا لا، نورمال. هو راه مضاري بها، هو راه مضاري بها، خرج جا الكوب دافريك تاع مصر، لعابة رجالة يعني في الخفاء خدموا، جبنا كوب دافريك. من بعد من ولا يقول انا روح انت، انا خرج بنقطة وجا، خرج بنقطة فانيك، هذه هي الناس ما تبغيش تهدر الحقيقة برك، الناس ما تهدروش الصح، ونهار اللي تهدروا الصح حنا نسكتوا، كي نشوفوكم نتوما تهدروا الصح حنا نسكتوا، والله لا سكتنا، والله ما نهدر، والله لا سكت. خاطش علاه؟ راني نشوف ناس منافقين تاع النفاق، هادو ناس منافقين، يهدر لك على كلش، تقول له تاكتيك دو جو، يقول لك لا ولا ما ندخلش روحي بيه، ما ندخلش روحي في كلش، هدر التاكتيك دو جو، ولا تقارعوا تا يطيح يطيح يطيح، وتشوفوا انتوما تاع اليوتيوب تشوفوا الناس دايرين عندكم تدوروا معاهم، وتدوروا معاهم، تدوروا معاهم، انا نقول لكم، دورتوا معاهم في الكوب دافريك التالية، لا لازم يضخ دماء جديدة، ها انت وضحت واللي تلعب بالزاب ونجح كيما هكا في اليوتيوب كنتو تهدرو فيها، تاع موجة انتوما. وين النهار الأول بعد المباراة في ديك الليلة الغد ما شاء الله الناس قاع طايحة على شرف الدين عمارة، خرج مشكارة قال قاسما ايطو، الناس قلعت في قاسما ايطو، نساو غوارديولا محرز، قلعوا غير الأسماء قلعوا غير الحروف وقلعوا فيها. وين قال وزير الشباب، وانا الوزير الشباب والرياضه وين عنده الحق، واش قال باللي يا ودي الشعب الجزائري الناس اللي تبعوا البوله عندهم الحق، انت ننتقدك انايا او ننتقدك انت الى دول يشكموا لك انا او راك عيل لك، خاطر كاين ناس نقولها ونعاود او يحوسوا على مدرب ماشي بيفرحوا، يعني وين تغيظك انت تبع ليكيب ناسيونال، تغيظك انا غايظتني ما تأهلناش في الملعب، ما تأهلناش في الملعب بسبب خطة عشوائية، خطط لعبنا بخطة عشوائية، 5-2 ريكيبيراتير وثلاثة علاجات جات مات، المهم لعبوا، المهم ماركو، بالك ماركي محرز، بالك ماركي بلايلي، بالك ماركي كاش واحد ماركي، ولعبوا الكرات العشوائية توصل. بعد يجي يقول لك اهدر على روحك، قول باللي راني غلطت يا جماعة، راني غلطت أنايا، اللعابه اللي درتهم الله غالب ما قدموش واش كنت ننتظر منهم، دير كيما يديروا المدربين، دير كيما يديروا المدربين، لونترينر تاع اسبانيا جاب كوب دوروب كوب ديموند كوب دوروب والناس انتقداته، لوف تاع الالمان والناس انتقداته، انكاسي سبحان الله، ماشي عيب تنتقدو تقولو بلي غلط، ما راكش عدو، لا انتوما ركبتوا على الشعب الجزائري، ايا اللي يقول هذا يوزار سيف ماشي اونتي غلط ايا عادو،
ماشي باغي جزائر تكاليفه تربع غاديكا اللي كرهك ما يقولكش من 2019 مين الناس كانت تضحك عليك انت يوزاسيف مين الناس كانت تضحك عليك كانوا يقولوا لك في الطريق الصحيح وما خاصناش وجيب لنا الشاب صباح ونكاليفو هذوك اللي كانوا يضحكوا عليك واللي كان يقول لك ضخ دماء جديده هذاك يبغي ليكيب ناسيونال ما يخممش فيك انت يخمم في ليكيب ناسيونال انا كنت نقول لك ضخ دماء جديده من 2019 لازم لعابه لازم لعابه لا انت اللي كان يقول لك جيب اللعابه تقول له عدو راه فرحان كيما ذاك الصحابي مي قال لك على زلاتكا قلت له قول والله العظيم تفرجت عليه على انت اللي انت راك تفرج انت صح ما تفرج حنا تفرجنا في زلاتكا شنا زلاتكا شنا حميش شناهم هذو لعابه كاع كبار اي تنوري وقال وزير الشباب والرياضه عبد الرزاق ان الدوله الجزائريه قدمت جميع امكانيات والدلائل المتاحه لانصاف المنتخب الوطني بعد الظلم الذي تعرض له في المباراه الكاميرون وجاء ذلك في تصريح ادلى بها يوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي يخص تحضيرات الالعاب البحر الابيض المتوسط بوهران واكد الوزير الشباب والرياضه ان ملف الجزائر والكاميرون اخذ حيز كبير من النقاش على المستوى وسائل الاعلام ووسط التواصل الاجتماعي لافت الى ان الجزائر قدمت كل ما يجب للاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا واضاف استعملنا كل امكانياتنا القانونيه المتاحه للدوله الجزائريه لكي نعيد منتخب الوطني حقه الذي نرى انه ظلم فيه وذكر وزير الشباب والرياضه ان هيئته تنتظر قرار الذي ستصدره اللجنه المكلفه بقضيه على مستوى الاتحاد الدولي الفيفا وكان الاتحاد الجزائري لكره القدم قد تقدم بملف للاتحاد الدولي لكره القدم يتعلق بمقابله اياب الفاصله التي جمعت المنتخب الجزائري والكاميرون وطلبت الفاف بعد استشاره قانونيه يعني بعرض ملفها على لجنه تحكيم الاتحاد الدولي لكره القدم لما يتضمنه من مبررات واعتبارات فنيه تتعلق بالتحكيم المهم بالك غادي تجي تروح غادي سوسو بالك الا ما خرجوش قانون الا ما خرجوش قرار غادي تجي تروح المحكمه الدوليه المحكمه الرياضيه هذه هي واستناد الاتحاد الجزائري لفيديوهات ودراسه قامت بها وكاله مختصه حسب تصريحات أدلى بها المسؤول الإعلام بالفاف في الوقت السابق وطلبت الفاف أيضا من الفيفا فتح تحقيق في مجريات المباراة وإعادة المقابلة التي أدارها الحكم قاسما وجهت له اتهامات مباشرة بحرمان الجزائر من التأهل لكأس العالم 2022 بقطر أمام الكاميرون المهم دروك واش راهم دايرين واش راهم مقدمين دروك نحوسو حنايا دروك المنتخب الوطني الجزائري نقارعو للقرار لي شعلنا ذاك تاع مصر وين قال لك باللي داروا تثبيت النتيجه ومعاقبه قاسما ما نعرف واكي تجي تهدر كيما هكا الناس كاينين ما تعجبهمش اي شي واحد عيط لي قال لي انت بشك باغي الجزائر تكاليفه يا ودي حنا خسرنا ورانا نقارعوا في التيك توك رانا نقارعوا حنا خسرنا وما حنا خسرنا بارتيه خسرناها بسبب تهور مدرب زاد شويه طاح زاد طلع في الهواء طاح هذه هي انا المدرب من كاس افريقيا يا ودي مشي من كاس افريقيا مي ولا يعبس على مبادئ التدريب دي جوار مكاش كاع على بالك يربح لي جوار هذو اللي ماهمش يلعبوا كره يعيط لهم يزيدوا يلعبوا فانيكا يزيد يلعبهم نورمال تهدر يقولك تعادل تهدر يقولك تا خط احمر كي تهدر يقول لك خط احمر هذه هي الناس هادو كيما هكا هو دروك هادو اللعابه اللي قال لك بي بعدهم بن عمري الاخرين ما راهمش يلعبوا هما ما راهمش يلعبوا ماشي هو بعدهم ما راهمش يلعبوا ماشي بعدهم لازم بين بعدهم ما راهمش يلعبوا فراق ما راهمش يلعبوا عليك ما غاديش يعيط لهم كان يعيط لهم من قبل مي كان قاضبة عنده وكان خط احمر كان ما يلعبوش يعيط لهم يجوا يلعبوا نورمال وين بونجع ما كانش ماركي قال لك لازم له طبيب اختصاصي يا ودي انت روح عند طبيب اختصاصي
نتا نورمالمون في ذاك الوقت اللي كنت تهدر كل واحد على الطبيب اختصاصي ماشي بنجاح هذه هي.